هاي حياتي، كيفك؟ ازيك انت؟ كويسه تمام. اها، ايه ده؟ نيكول يا ماما عرستي. دي احلى ما انت وصفتها خالص. يا رب يخليك. مش معقوله. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه اخبارك؟ ماما رشا، ماما رشا سيده من سيدات المجتمع يعني. يعني لا حلو، شعرها طبيعي؟ طبيعي. عينيها دي عدسات ولا آه؟ عينيها ايه؟ عينيها ايه؟ عندها عين عسلية وعين دماغة. حامد انت بتضحك؟ عندي شغل. اختي عندها كل عين لون. والله؟ عندها عين فيها بن وشوية خضار وعين كلها خضرة. ايوه عارفها، ما شفتها اختها كده. ايه مظبوط. راح امريكا شايف. يعني دي مش عدسات. لا يا حبيبتي مش عدسات. وانتي عدسات؟ لا يا حبيبتي طبيعي 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 الحمد لله طبيعي. يا طلع العدسات. خدي يا حبيبتي اكسري دي كده بسنانك. ماما اكسريها بسنانك. ليه؟ اشوفهم تركيب ولا طبيعي؟ لا طبيعي اعرف. لا مش عاوز اكسرهم في حق وحقيقي. مش عايزه تكسرهم في حق وحقيقي. ده اصطناعي. لا والله يا ماما والله. طب خدي اكسري. لا بخاف. بتخافي على ايه؟ بخاف. على ايه؟ بخاف اكسر اسناني. ناويين تعملوا ايه؟ نيكول قولي لماما بقى على الترتيبات اللي احنا نعملها. ايوه اوكي. نحن اتفقنا هنتجوز. ايوه باول شهر الجاي على طول كده. نخش في تفاصيل تانية دلوقتي. ناويين تعملوا ايه بقى في حياتكم؟ يعني الفرح هيبقى هنا ولا في لبنان؟ عاوزينه فين؟ يعني المكان اللي انتوا تختاروه ده، انتوا يعني اللي هتتجوزوا مش احنا. المكان اللي هسول عليه نيكول. انا موافق. هيا نون. يعني انا كنت مفكره انه بلبنان. يبقى نعمل فرح هنا وبعد كده تسافروا انتوا تعملوا فرح هناك، مفيش مشاكل. بس افرح بيك اشوفك عريس. يا ماما لازم تيجي هناك عشان برضو اهلي نيكول يشوفوك. عشان اهلك شافوا حامد ولا لا؟ لا شافوه طبعا. عقلهم طار بيه. ايه دي الجمال والقمر ده. كتير حبوا، قالوا لي كتير مان ابن عائله وشاب حلو ومرتب، ويعني ما راح تلاقي احسن منه. طبعا مش هتلاقي عمرك احسن منه لو لفيت العالم يعني. وهو كمان برضه لو لف العالم برضه مش هيلاقي احلى منه. الدنيا طبعا مش هيلاقي احلى. اكيد في لبنان. السمار ده في لبنان موجود؟ لا خالص. ها استورده جديد عشان الناس. طب حبيبه قلبي اوكي. الشقه دلوقتي هتبقى هنا ولا في لبنان؟ انا عندي شقه في لبنان. حلو ده قوي يعني. حلو مش عندي. تمام دي احلى حاجه. طيب يعني انت هقدم له سياره هديه جواز. ده كلام جميل جدا. قصدي كلام كلاس يعني. بس طيب. الشقه يعني على الجبل ولا على البحر يعني؟ على الجبل وعلى البحر. يعني شقتين. واحد وائل انا مامته. حبيبي حبيبه قلبي. الشقه هتبقى باسم مين؟ ما زعيش مني، اصل احنا هنا في مصر. يا ماما مش هنختلف. حامد لازم الشقه تبقى باسم الراجل، او حتى على الاقل النص والنص. يا ماما هحطها في اسمه. اوكي كده يبقى ضمنت مستقبلك. انا كده ضمنت مستقبلك يا حامد. جوزي يعني انا وجوزي واحد. لسه ما اتجوزتوش، لسه هتتجوز خطيبك. طب حبيبه قلبي دلوقتي انت عليكوا ايه في الشقه واحنا علينا ايه؟ يعني احنا علينا نجيب السيراميك والحمامات لا شقه مجهزه من كل حاجه. مش عارفه اقول لكم ايه. انا مبسوطه طبعا من الكلام اللي بتقوليه ده. ما تنسيش ان هو الحيله ابني، فانا هفكر مع نفسي وكنت اقول موافقه او مش موافقه. فانا دلوقتي عندي اجتماع وبعد الاجتماع هفكر.